وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم.